مهم، تعال نروح على تقرير. هذا التقرير وبمناسبة قرب بداية العام الدراسي، بدأ أولياء الأمور يتوافدوا طبعا لمنطقة الفجالة، أشهر شارع في مصر لتجارة وبيع الأدوات المدرسية والكراريس والمطبوعات، وكان زمان كمان بقى كبريات دور النشر والمكتبات، ولا زال بعضها بالمناسبة موجود إذا نزلت الفجالة. تعال نشوف التقرير ده ونرجع نكمل الكلام. الفجالة دي قلب السوق الورق والأدوات المكتبية من أكتر من يعني ده أكتر من 50 سنة سوق، يعني الفجالة من زمان يعني. المكان هنا من سنين، من وأنا لسه طفلة كان والدي ووالدتي بيجوا هنا يجيبوا لنا أدوات المدرسة أنا وإخواتي يعني. بعد كده لما كبرت ودخلت الجامعة برضو كنت باجي أجيب أدوات الجامعة من هنا، أنا كنت في كلية عملية فكنت باجي اجيب ادواتي برضو من الفجاله، فهي بالنسبه لي فيها كل حاجه. مكان ما كنتش اشتري منه حاجه، مكان بتحس ان انت كده بترجع بالسنين 50 60 ورا سنه لورا. مكان جميل طبعا، تقدر تشتري منه اللي انت عايزه كل حاجه. الاسره اولا بتحاول تنزل الفجاله عشان بتجيب حاجتها كلها، من اول ادوات للشنط لكراس للكشكول كل حاجه. في نفس الوقت ايه، بتلاقي خصومات بالنسبه ل 10% بالنسبه للشنط بالنسبه للادوات لكراسه الكشكول. يعتبر الفجاله احسن من اماكن تانية يعني بكتير، يعني في فرق واضح. هنا سعر جمله ومديك مطلق الحريه ان الحاجه الاصليه والحاجه التقليد الكوبي، فمساحه عرض اكبر في مكان واحد. كل سنه باجي هنا بشتري الادوات المدرسيه والحمد لله، يعني حاجات في متناول الجميع، وكل سنه بجيب ملخصات والادوات المدرسيه وبجيب الاولاد بيختاروا اللي هم محتاجينه. يعني كل سنه لازم بنيجي الفجاله، يعني متأقلمين ان انا وبنتي بنيجي هنا ونتفرج على كل حاجه، بناخد اللي هي عايزاه، هي بتختار بايدها بتاخد اللي هي عايزاه، فالاسعار يعني حلوه هاديه يعني شويه عن اي مكان تاني يعني. في اقبال طبعا، واقبال خاصه بالليل فتره مسائيه عشان خاطر الجو حر وكلام من ده، فكل بيستنى بعد ما الدنيا تهدى بينزل، والاقبال اكتر كمان عشان خاطر جبن الحاجه عاليه، فاكتريت الاهالي بينزلوا بنفسهم على اساس ان هم ايه يحاولوا يوفروا اي عمله كده عشان خاطر ايه اللي هم يجيبوا حاجه ارخص وكلام ده. بنبيع جمله يعني، احنا اسعارنا مخفضه، فبالتالي يعني لما بيجي مثلا زبون قطاع ولا حاجه بيجي بالنسبه لنا بنبقى هامش ربح بسيط جدا، هو بيجي بيعرف الفرق ايه، لان احنا الاسعار بتاعتنا بتبقى مخفضه بنسبه كبيره جدا، وبيبقى فيه اريحيه في الاسعار يعني. كل شغلنا في المنتجات الورقيه، شغلنا متخصصين منتجات ورقيه، بنعمل لوح الرسم الهندسي والرسم الصناعي خدت حضرتك، وبنعمل ورق الرسم البياني وورق الرغليت من اللي هو بتاع الصيدله والزراعه، وبنعمل سكتشات رسم خدت حضرتك، متخصصين في شهادات التقدير، تشكيله كبيره جدا من شهادات التقدير موجوده عندنا في المكتبه الحمد لله.